لا ما من الجنجة. وبعدين ما شفنا جنجاوي كده يتمسك في شندي يتعاقب عقوبة كده رادعة عشان الغير يعمل حسابه. لا الجنجة قاعدين جوا يأكلوا فيهم يشربوا فيهم، تلفوناتهم شغالة، استهتار واستهوان. حتى الارتكازات بتاعتهم شغلة بتاعت شنو؟ جروبات تبع فلان تبع علان، زول بيعرف شغل ما بخدته في تفتيش ولا بخدته في ارتكاز. يبقى دي شنو؟ يبقى دي الثغرة ذاتها. لكن شندي دي جنجر كده زي ما هم بقولوا كضابين جنجة. تحداكم ما تقعد الشغل لنا حرب نفسية لشندي وما عارف يعني كضابين. شندي دي الخوف الوحيد من الجماعة اللي قاعدين جوا التابعين لكم ديل. لكن جنجر كده كضابين، والله لو جبت السودان ده كله شندي دي ما بتقدروا على. انا بحطها لك بالاخر انهم شندي الناس ذاتهم شنو بيرحبوا يعني هم ذاتهم كايسينكم. ما لكم فترة 17 18 شهر شابكين الناس شندي وما عارف شنو ومشاطاتكم واباقكم شندي شندي شندي. كلام الكثير ما منفع. شندي دي من برا ما على خوف، من جوا لك اذا لم يشتغلوا شغلكم. تقارير اللي بتصلنا دي اقسم بالله العظيم حاجة مخيفة مخيفة. من جوا من ابناء المنطقة ذاتهم ما في شغل، ما بيشتغلوا ما بيشتغلوا. اذا كان هذا اليوم هذيك يا اخي فاتوا جايبين زول او فاتوا استلموا لهم زول، شوف لك اذا لم ورخرخته استلموا لهم زول عنده تواصل معه مع ابنه مع كيكل. يعني زول لاف في عمته ماشي كانه نائب رئيس وزراء ولا منصب قيادي. هو زول متعاون يجي ماشي كمان بكل الثقه دي للمواطن ويوريكم ويقول لكم يا اخي والله العظيم شوفوا شغلكم. معقوله؟ فالشغله بتاع شندي دي الوقايه دائما ولا شندي دي الشغل من جوا من جوا من جوا دي زبطوها من برا ما تخافوا بتجيهم العوجه. جنجة دول كضابين وطلاسين كضابين وطلاسين شابكين. انا لك ما عارف والله العظيم احنا والشماليه والشماليه. انت بديت معركتك دي في الشماليه، انت بديت معركتك دي في الشماليه. اكبر متحرك للجنجة كان وين؟ سؤال متحرك وين؟ شوف في مرة النازل كانوا كم حبابك يا اخونا الراكز ايهاب الحمد لله على السلامه والله جبل فقدناك يا الحمد لله على السلامه يا كارب. فانت بدات معركتك يا جنجة في الشماليه، جيت جاري معرض من هناك رغم جاهزيتك ورغم المضادات اللي كان عندك. ده كان اكبر متحرك للجنجة، المتحرك بتاعهم كان في اتجاه مروي هناك ده. فما تقعد تشبكنا الشماليه وتاني تقعد تشبكنا شندي وشندي شندي دي انت ما اتصل. يعني انا الان ما خوفنا من الجنجة اللي قاعدين يطلصوا كل مره مصور لنا فيديو ويقول لنا احنا ما عارف كم وماشيين وشندي ما عارف عليك السلام ده كله طلص. الخوف من شفته الجماعة شغالين في الأجهزة الأمنية جوا ديل، ركبوا شغل الصحيح صحيح ورتبوا شغلكم واربطوا وجه صح صح، نظفوا الناس النايمين جوا ديل مجاملات وعاطفة وها ها ها دي ما بتنفع. قريبي وهنا ضابط زاد وضرب عشان زول جوا دخلوا فتيل، ده عرفوا انه طابور زاد ده الوسخ زاده وجب نظافته. بكده انتوا ممكن تحافظوا على المنطقة تحافظوا على هم حاجة. شفت الخلايا دي أسوأ من نمار، وعندك مدني وعندك سنجة وعندك الدندر وعندك شفته ناس كان قاعدين عاملين فيها ناس مسالمين وناس شغالين بدرداقات وبيطبالي وبشنو ما عارف هناي، فجأة كده قلعوا ملابسهم المدنية وشالوا أسلحتهم وركبوا اتصوروا مع الجنجة ورحبوا بالجنجة والآن الجنجة شغالين بهم وتامين بهم شغل كويس. طيب حتى ذاته زي ما ذكرني الراكز إيهاب في تعليق هنا برضه المواطنين كان لهم دور، كان لهم دور برضه لما الجنجة دي شتتوا في بداية الأحداث دي في مروي هناك. المواطن شو عمل شنو؟ يعني كان بيفتشوهم تفتيش وكان بيواجهوهم مع انهم كان ما عندهم أسلحة ولا عندهم أي حاجة، قاعدين يواجهوهم المواطنين. يعني المواطن في شمالية عموما ما على خوف، ما على خوف على الإطلاق. احنا بس خوفنا من الأجهزة الأمنية دي. الناس تركز مع الجنجة والخلايا الناس النايمين دي، ما تجامل لا يزول ما تجامل اي زول. شفت لو بقى منه ذاته فيه نفس ذا طوالي يعرفوا جاي من وين وماشي وين وبرنامج موضوع الايجارات وموضوع الوشيشه الغريبه الجايه دي والتعاطف في الارتكازات ده ما منفع يا زول. دي حرب دي حرب. انت شفت النازل بيعملوا في شنو؟ النازل بقوا يستهدفوا المواطن ده استهداف مباشر، حربهم اصله على المواطن مستهدف انت المواطن ده. جنجة مستهدف انت المواطن ده. شابكين الناس حاربنا مع الكيزان وما عارف شنو طلص طلص. هم الكيزان هم اسوأ انواع الكيزان. الجنجة هم ذاتهم الكيزان، أسوأ أنواع الكيزان. فاستهدافهم مباشر للمواطنين.
فعشان كده لجي زلمنا اللي هناك، انتوا ذاتكم كمواطنين اجي فلم شكلوا لجان. الكلام ده انا قلت لكم فلم شكلوا لجان اشتغلوا شغلكم. اي زول مرخي وروه يشتغل كيف، جيبوا هنا والله العظيم انا اعمل لكم بحفل انا من اقول ما داير. اي زول متهاون متلاعب فوضى ما بتنفع يا زول. ارتكازات دايره ربيته دايره شغل. طيب بالنسبه لجلحه يا اخوانا، جلحه ده طلع زول فرنجاي ساي وزول ما عنده اي تاثير والله العظيم. وانا تواصلت مع كميه من الناس داخل الجنجة ديل بعرفهم كويس والله. زول ما عنده اي تاثير، زول كذاب ساي. الناس ما تقعد هنا تشتغل بهم جلحه وما جلحه وما جلحه. زول الكذاب ساكت، زول كانت له اكثر من سته قائد ميدان لحد الان ما قدر يعمل اي حاجه ولا قدر يتخذ اي قرار، قاعد بس يجعجع انا واحنا وعملنا وكذب ساكت. كذاب زول بتاع سواقه ساي ما عندك اي حاجه. طيب بالنسبه للموقف العملياتي، سنار حول سنار ضربات جويه متفرقه استهدفت تجمعات الجنجة جبل مويه تدوين. انا قلت خلاص الليله الربيع ده بعد التدوين ده طوال هيحرك الجماعه دي ويستلم جبل مويه، بعدها محلك ثابت محلك زي ما كان ما في اي حاجه. ليه الناس اللي اشتغلوا مدفعيه كده لمن قالوا ما دايرين مدفعيه دي رطنت لمن العساكر دي ذاتهم اثنينهم بقد ما بتسمع. قلنا بعد طوال تيجي توقيعات التحرك والاستلام ما في اي حاجه. انا ما اعرف الربيع ده قاصد شنو، ما اعرف الزول ده قاصد شنو. الزول ده لحد الان ما داير يمشي يحرر جبل مويه. يا سعاده الربيع جبل مويه جبل مويه جبل مويه جبل مويه جبل مويه ده استلمته حليت المشكله دي كلها. استلمت الجبل حليت المشكله دي كلها، حصنت سنار حصنت النيل الابيض حصنت المناطق دي كلها. الجبل بس وعندك كذلك سنجة جهاز الامن والجيش والهناية اللي قاعدين ديل خليت قشو سنجة دي نازل قال لك دارين نموت. انت حارس على حياتهم اكتر منه؟ سؤال تجيب في السلاح توزع فوق وتدعم في الدفاعات. يا اخي احنا عارفين انك جاهز خلاص اقتنعنا، اتحرك لنا شغل. دارين شغل احنا طالبين شغل يا زول، طالبين شغل يا سعادتك ما طالبين كلاما. احنا طالبين شغل ما طالبين كلام. الان مفروض جبل ما يكون في يدك، مفروض الدندر تكون في يدك. يا اخي الانسحابات اللي قاعد تحصل من الدندر ومن سنجة دي انت ما شايفها؟ مفروض سنجة برضه تكون في يدك. البنقصك شنو؟ انا ما اعرف الربيع ده قصته شنو ولا هو داير شنو ولا تفاصيله شنو، الله اعلم. طيب بقيه المحاور سنار جوا امنه مطمئنه يا اخوان، الناس طبعا خالص ما تقعد تسمع عليه التفاصيل بتاعت الجنجي يقول لك والله نحن القرعه وقعت على سنار وجايب لهم رايه كده بتدون ويقول لك ناس سنار بعد كده الله اكبر عليكم. طلص يا اخواننا طلص. سواقة سايس النار دي فيها ناس معروفين يعني واكفاء الضباط واولاد ذاتهم ما شاء الله تبارك الله. اولاد مش معنى اولاد سنار، لا نحن بنقول اولاد يعني اولاد القوات المسلحه يعني اولاد الوطن. اي ذو الشاي السلاح القاعدين حول سنار في الدفاعات بتاع سنار ديل عارفين قضيتهم دي شنو، عارفين انها دي قضيه وجوديه. موضوع سنار ده يا موت وحياه، نكون او لا نكون باذن الله حنكون. ما تسمع علي سنار جوا امنه مطمئنه ما في اي حاجه، ده كلام ساكت. طيب بالنسبه للجزيره، الجزيره اخوانا عشان نكون واضحين وصريحين، عندك محور معين الشغال محور المناقل. الكلام ده انا قلت لكم جل الناس الشغالين والناس اللي بيشتغلوا والناس اللي بيداكشوا والناس اللي بيعافروا والناس اللي كل مره قاعدين نلقطوا في الجنجة وقاعدين نستلموا جنجة عديل كده، قاعدين نرجعوا عربات قاعدين نجرموا جنجة ديل قاعدين يتحركوا لانه الحركة فيها البركة، الحركة فيها بركة. الجنجة ديل انت ما تسمع قاعدين في الحتة الفلانية قاعدين قعد شكل ساي. في بعض الغرة الناس زي ملصوا جلاليب ومجروا خشوا جروا غرة تانية فما عندهم حاجة. فليش على دي ما تكون كلها كده في زمن واحد، يكون في قليان ويكون في تحرك في توقيت واحد وفي زمن واحد. قال بيمنع شنو؟ لا يمكن محور يكون شغال ومحور ثاني يكتفي لنا بمساله التدوين فقط زي ما بيعملوا بعض المحاور زي الفا دي كلها شغل بتاع تدوين ساكت. ده كله شغل بتاع تدوين ساكت، شغل بتاع ده ما بينفع. شغل بتاع عمل خاص على ما عارف على خفيف ده ما بينفع. ده كلام فارغ، ده ما الكلام اللي برجع مدني دي. شغلة دي ما دايرة كتيرة، جنجة دي بتساعدكم مدينهم راحتهم إلا هم أقسم بالله العظيم باكتفاكم بالشغل بتاع الدفاع ده بس. أنا ما قادر واعتمادكم على الطيران واعتمادكم على القصف المدفع ده ما بجيب نتيجة، ما بجيب نتيجة. القصف الجوي ده لابد من تكملته بشغل أرضي. دي شريحة ذاتها بتخش في الجنجة،
طيران على مدفعيه على تحرك ارضي، دي ام الشريحه ده، هم عندهم ثبات ولا بيقدروا يثبتوا؟ طيب بحري المصفى، جنجة بتاع المصفى، والله الموضوع المره دي بيختلف، ما عندكم حاجه. المصفى دي لو اساسا بتتجازف يا جنجة